خليني أسأل كابتن عباس سؤال مباشر، وإحنا تحدثنا عن بعض الأمور الفنية في مباراة الشرطة والصراع المستمر هذا الموسم مع القوة الجوية، من سيأخذ الدوري هذا الموسم من وجهة نظرك؟ لا، هو من سيأخذ الدوري هذا موضوع ما يمكن أحد أن يعطي وجهة نظر دقيقة به، لكنه أنا أعتقد فريق القوة الجوية أقرب لخطف الدوري، أقرب من ناحية عدد اللاعبين ومن ناحية الخوارزمية اللي موجودة بها الفريق كأرقام، يعني أرقام ما بها نقص، أكو لاعبين أساسيين وأكو بدلاء أكثر من بديل، يعني أكو مرونة تكتيكية عند فريق القوة الجوية تفوق المرونة التكتيكية اللي عند فريق الشرطة، لكنهم قد يكون تصحح هذا الكلام اللي أقوله وفريق الشرطة هو يكون اللي يخطف درع الدوري. تتفق وياك؟ طبعا أكيد. نشوف القوة الجوية، يعني لو نرجع للمباريات الأخيرة ممكن نتعثر شوي، ولكن رجع عكس الشرطة، الشرطة بدأ يعني الدروب بالنتائج، وهذا طبعا اكيد ياثر على الجمهور، ياثر على المدرب، ياثر على اللاعبين، وتعرف انت متصدر ممكن اي نقطه يعني يفقدها حيكون الغريم الجويه هو قريب عليه، فممكن انه مباراه يعبره، يعني يعبره ويروح على الصداره ويحافظ عليهم للامور اللي موجوده بفريق القوة الجويه، يعني عندك لاعبين منتخب، عندك لاعبين على مستوى عالي، عندك لاعبين بدلاء، عندك هم اللي خدموا الفريق بكثير من المباريات. الزوراء شو مسوين؟ شكو سبع جو